يا ست سرية، الظلم وحش وربنا ما يحبش الظلم، وما احناش عارفين مين الظالم ومين المظلوم. يا بخت مين بات مظلوم وما باتش ظالم. جرايه يا وليه، يعني انا ظالمه؟ انت كبرت وخرفت ولا ايه؟ ايه رايك ان انا بشك فيك؟ بتشك فيا؟ يا لهوي، انا ليه ما يكونش انت اللي بتوديها لبتوع السحر عشان تعمل السحر لاولادي؟ استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم، الله يسامحك. تعالي هنا يا ولاد. رايحه فين؟ رايحه اصلي العصر احسن يفوتني. ماشي، انا وراكي والزمن طويل يا بنت رمزيه جلابيه. بس انا بقى واخد على خاطري منكو عشان ما جبتوش الولاد معاكو، وانتوا عارفينهم وحشيني قد ايه. معلش يا بابا، احنا اسفين جدا، بس نبيله اصلها نفسيتها كانت تعبانه قوي وكانت محتاجه انها تقعد مع حضرتك قعده هاديه. ايه مالك يا نبيله؟ في ايه مضايقك؟ لا ابدا، انت عارفه البيوت ما بتخلاش من مشاكل. اوعى يكون الولد ده مزعلك. حسام، يا ريت كل الناس زي حسام. انت كمان بنت حلال وبنت اصول يا نبيله. ربنا يخليك لينا يا عمي. انا لما لقيت نفسي مصدومه والدنيا ضاعت في عينيا، حسيت ان انا عايزه اجي اقعد مع حضرتك، لاني بحس انك بتعوضني عن حنان ابويا اللي انا اتحرمت منه من زمان. ولما بتقعد تتكلم معايا وتنصحني، بحس ان رياض هو اللي بيكلمني، لانه كان في حاجات كتير قوي منك. الله يرحمه ويديك طول طول عمري. يعني انا عينيا ليك يا بنتي، انت حبيبه الغالي وام ولاده، وربنا يعلم معزتك عندي قد ايه. يا ريت تيجي تقعدي معانا يومين تغيري جو وترتاحي من الضغط العصبي. ولا نستأذن حسام؟ لا والله، مش مسألة إذن، حسام عمره ما قال لي لا على حاجة. حسام ده زي أخويا الصغير بالظبط. ده أنا حتى أول ما ابتديت أنا ورياض نحب بعض، كان بيبعتولي دايما بالجوابات والرسائل. كنت شغال مراسلة، مرسال غرام ما بينهم. ممكن نتكلم بوضوح أكتر يا نبيلة؟ إزاي يعني؟ يعني انا حاسه انكم بتلفوا وتدوروا حوالين موضوع عايزين تقولوه لي. ممكن تطولي بالك شويه يا مجدة؟ لا يا عمي، خليها تتكلم وتقول اللي عندها. انا بحب الكلام لما يبقى دغري. وانا كمان بحب الكلام الدغري. وما كنتش حسيت ان في حاجه عايزه توضحيها او بتركزي على معنى معين، ما كنتش جيت معاكي صريحه، اني حسيت ان في حاجه جواكي عايزه تفهمها لي. انا بس كنت عايزه اوضح لعمي واوضح لكم ان اللي بيني وبين حسام مش جواز بالمعنى المعروف يعني. ما تتعبيش نفسك في التفاصيل يا بنتي، احنا تقريبا عارفين كل حاجة. ونبيلة عارفة يا بابا ان انا قايل لكم كل حاجة، وعارفة كل حاجة ممكن تخطر في خيالك يا طنط. بتهيالي ان حضرتك كنت عايزة تتأكدي من الكلام اللي انا قلته لك، ودي جيت اتأكدتي والحمد لله. فياريت بقى نعفيها من احراج الدخول في التفاصيل. انا ما قصدتش ابدا احرجك او اضايقك، بالعكس انا قلت اخفف عليكي حمل انت شايلاه، لاني حسيت ان في حاجه جواكي عايز توصليها لي. انا بس كنت عايزه اوضح لسلوى الكلام اللي قاله لها حسام. نبيله عارفه وفاهمه كل حاجه يا سلوى، ومرحبه كمان. صحيح يا نبيله، صحيح، حسام بيحكي لي كل حاجه زي ما اي اخ بيحكي لاخته. طيب دلوقتي بعد ما حسام اتخرج ناويين تعملوا ايه؟ تالي دي امور خاصه بيهم ملناش نتدخل فيها. سلوى، فين فراوله الساعه بقى اللي وعدتيني بيها؟ حاضر يا بابا، هجيبها حالا. تالي مفيش مشكله انكم تكملوا السهره معانا؟ لا ان شاء الله مفيش مشاكل، بس بعد اذن حضرتك تسمح لي اكلم دادا فاطمه كل شويه عشان اطمن على الولاد. تليفون جنبك اهو، اتكلمي زي ما انت عايزه، مش هناخد منك حق المكالمات. فراولة للجنة هي يا بابا، اتفضل. ميرسي يا حبيبتي. عقبال ما نشرب شرباتك انت وحسام. Thank you.
بنات ايه يا حبيبتي المعارك اللي قاعده دي؟ فضفضي عن نفسك، معقوله كده؟ طب قولي لمامي حد يخبي على امي؟ مفيش يا مامي حاجه والله، انا بس اللي ماليش نفس اعمل حاجه اليومين دول ومش عارفه ليه. طب بقول لك ايه، تعالي يا حبيبتي تعالي اتصلي باصحابك اللي بتخرجي معاهم، اتفقوا على اي حاجه، اخرجوا اتفسحوا، سافروا، اعملوا اي حاجه. ماليش مزاج والله يا مامي. يعني ايه مالكيش مزاج؟ انت كل سنه بتستني الاجازه بفروغ الصبر عشان تروحي تتفسحي مع اصحابك، السنه دي بقالك 15 يوم قافله على نفسك اوضه النوم، في ايه؟ قلبي واكن عليك يا منال، كلميني رد عليا. ايه بسم الله الرحمن الرحيم، ايه يا منال يا حبيبتي؟ في حد مزعلك؟ قولي لي مين مزعلك وانا اوديه ورا الشمس. منال ما تكونيش يا بنتي بتحبي؟ بحب. ايوه قولي لي هو مين؟ اسال عليه، اذا كان كويس وابن ناس هجيبولك من قفاه، هو يطول يتجوز منال بنت سرية ابو الفضل. سهولة دي يا مامي؟ وايه اللي هيصعبها؟ محدش بيجي يتجوز مغصوب يا مامي. مغصوب؟ ليه بعد الشر؟ ده انت اي واحد في الدنيا يتمنى ضفرك. يا بنتي فهميني مين هو؟ ابدا يا مامي، ده شاب كويس جدا جدا وبيحبني قوي وابن ناس اغنية جدا جدا، وهيجي يخطبني قريب كمان، بس هو مسافر دلوقتي مع بابا في سويسرا. وده اللي مخليكي تعيطي؟ تعالي حبيبتي مش مصدقه. ياه معقوله يا منال كبرتي ودخلتي الجامعه وبقيتي بتحبي يا حبيبه قلبي؟ وده اللي مخليكي هاريه نفسك عياط كده؟ ثلاثه بالله العظيم ثلاثه، لو يكون ابن باري مديله هجيبهولك راكع تحت رجليك ولا يهمك. بقول لك ايه يا حاج؟ ايوه. وانت لما بتطلب القاهره من هنا بيدي هناك رنة ترنك؟ ايوه امال ايه؟ كويس قوي. انما يا حاج خد الرقم ده اطلبه لي يعني، واول ما يرد عليك ادوني على طول، ما تقولوش اي حاجه، واوعى تقول له ان هنا سنترال البحر الاحمر. ها؟ امال عايزني اقول له ايه؟ هنا سنترال امريكا؟ ما تقولوش اي حاجه ادوني على طول. ماشي. معاك جرس، كابينه 2. الو، ايوه منال، انا باسم، انا بكلمك من سويسرا. كده برضو يا باسم ما تقوليش انك مسافر. معلش يا منال غصب عني اضطريت اسافر فجاه، الشغل بقى. انت وحشتني قوي يا باسم، هتيجي امتى يا حبيبي؟ الحقيقه انا معرفش يا منال، الشغل هنا في سويسرا كتير قوي، انت عارفه شغلنا كبير ومتفرع يعني وكده، بس انا اول ما ارجع مصر هتصل بيك على طول، ما تقلقيش. هتكلمني بس يا باسم بس، انا مش هقابلك اي مقابلات خاصه تاني الا اذا فتحت باباك في الموضوع، فهمني. انا كنت لمحت له في الموضوع ده، كنت فتحته بيه يعني من بعيد كده، لكن لما ارجع مصر هخلص الموضوع ده خالص، ما تلاقيش. بجد يا باسم؟ ما تتصورش ريحتني قد ايه يا حبيبي. باسم انا بحبك قوي، انت وحشتني قوي يا حبيبي، والنبي ما تتاخر عليا. خلاص يا حبيبي مستنيك. دلوقتي يا ست الكل، احنا جانا من معرض دمياط من يومين 30,000 جنيه، وكان فاضل لنا كام؟ 15,000 جنيه. عظيم. وبعتوا لنا كام دلوقتي؟ 12,000. كويس قوي، يعني فاضل لنا كام؟ لا كرم بيقول انه اتقفل الحساب على كده. ايوه بس ال 3000 جنيه راحوا فين دلوقتي؟ والله ما انا عارف، انا مش عارفه ايه الحسابات الملخبطه دي، انا لازم اسافر لهم وطاين عشيتهم هناك. لا مفيش داعي حضرتك تتعبي نفسك، اسافر لهم انا بكره الصبح واشوف ايه الموضوع ده، وإذا تكررت الحكاية دي تاني حضرتك سافري لهم وتصرفي معاهم زي ما أنت عايزة. ماشي ببقى أشوف. صباح عالي المقامات، كل سكر نبات على سوريا ست الستات. أهلاً على حبيب قلبي ونور عيني، إيه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر. هاي يا عم سيد. أهلاً أهلاً بالست العرايس، نورت المعرض. اسمع يا عم سيد، هات لنا 2 عصير مانجا، حاجة منال بتحب المانجا قوي. تحت امرك يا ست الكل. ازيك يا حبيبي؟
ايه الجمال والحلاوه دي؟ اقعدي. لا اقعدي، انا جاي اخد فلوس عشان خارجه. الله، خلاص فوقنا ورونا والغزاله رجعت زي زمان. وايه اللي خلى الغزاله تروق كده ونحلو كده؟ ولا حاجه. طب عيني في عينك اهو يا بنت. على ماما. انت عايزاني اقول لك ايه يا ماما؟ يعني عايزاك تقولي الحقيقه والصراحه. طب والله خارجه مع اصحابي. وبعدين انت نسيتي يا ماما، ما انا قلت لك انه مسافر. ما يمكن يكون رجع. والله ما رجع. ها هتديني فلوس ولا لا؟ طبعا يا نور عيني، انا ليا اغلى منك في الدنيا. خدي يا حبيبتي، يكفوكي دول ولا عايزه تاني؟ مية مية. مامي لو اتاخرت ما تبقيش تلاقي عليا. بالسلامه يا روح قلبي. يا نور عيني. ميرسي. ايه يا موني، شكلك كده مبسوط النهارده على الاخر. يا بنتي تلاقي البوي فريند بتاعها راضي عنها ولا حاجه. يعجبني فيكي ذكائك يا بنت انتي. بس عشان تعرفوا ان انا جدعه، اول ما الغزاله راقت روقتكم معايا على طول. يا سلام. طب ما تشركينا معاكي. طيب ولا حاجه، اتكلمنا حبينا في بعض شويه وخلاص. يعني خليتيني امسك الواد عادل واشده، وفي الاخر جايه تقولي لي كده؟ ادي اللي بيمشي ورا العيال. عيال؟ طب كلي كلي عقله كبيره. يا سلام يا موني، يا سلام لو البوي فريند بتاعك كده يحب فيكي كل يوم شويه. او النبي يا رانيا ادعي لي والنبي. عارفه لو ده حصل ما خليكوش محتاجين حاجه ابدا. وعشان اثبت لكم شوفوا عايزين تروحوا فين بعد الغدا. ديسكو. لا معرفش ارقص. لا ولا انا مش هقدر اروح. ايه روح قلبي، اعتزلتي الرقص؟ لا بس اخرج من غير ما استاذن باسم، وبعدين ديسكو كمان ده كان يخرب بيتي. بقى منال يوسف تستاذن؟ امال يا بنتي امال، ده الحب بيسوي الهواني. انا كده اطمنت، كنت خايف جدا لا تقديري يقل عن جيد جدا. انا بقى كنت متاكده ان عمره ما هيقل عن جيد جدا ابدا. بجد؟ اه والله. طبعا ما هو القلب بيحس باللي بيحبه. بقول لك ايه بقى، احنا لازم نقعد نتكلم مع بعض ونتفق عشان نعرف هنعمل ايه في الخطوه اللي جايه. خلاص تعال لنا البيت وبعدين. بقول لك ايه، الوقت ما بقاش مستحمل، يعني لازم ناخد خطوات سريعه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا عايز اجي لكم البيت وانا متفق معاكي على كل حاجه، فيبقى ازاي اجي لكم هناك واتفق معاكي؟ والله ما انا عارفه. لا عارفه، عارفه متاكده ان انا صح، عشان كده مش قادره اوحيني. اسمعي هقول لك على فكره حلوه قوي، احنا نتصل ببابا، لو قال اوكي نخرج، رفض ما نخرجش. ها قلتي ايه؟ ماشي. الو. ايوه يا بابا، ازاي حضرتك؟ اه الحمد لله انا وسلوى جيد جدا. الله يبارك في حضرتك. لا منال لسه ما عرفتش نتيجتها. حاضر حاضر يا بابا، هبقى اطمن حضرتك طبعا. اه سلوى معايا اهي، بس انا كنت عاوز اقول لحضرتك على حاجه كده قبل ما اديها لك. شوف يا بابا، انا الحمد لله كل خطواتي ماشيه زي ما انا راسم لها بالظبط، وكنت عاوز اقعد مع سلوى يا بابا علشان نحط النقط على الحروف قبل ما اقابل طنط مجد. نعم. المطلوب ان انا اقعد مع سلوى بس في اي مكان بعيد عن البيت عشان اعرف اتكلم معاه. هتقعدوا فين؟ مين اللي يقعد مع مين؟ كويس، هشام وسلوى يقعدوا مع بعض ازاي يعني؟ طيب ما تاخرش، مع السلامه. هي ساعه بالكتير ونعرف هم اتفقوا على ايه. هو هم اللي هيتفقوا برضو يا يوسف؟ لا، ما يعملوا حاجه غصب عننا. يعني انت مبسوط كده؟ طمني بس، هدي نفسك انت وان شاء الله مش هيحصل الا كل خير. مش بس كده، انا كمان هحاول اشتغل هناك، مش هكتفي بالدراسه وبس. والله لو ارتحنا هناك نستقر، ما ارتحناش يبقى اخلص دراستي ونرجع. لا انا ما اقدرش اعيش بره مصر، انت تخلص دراستك ونرجع على طول. عموما سيبيها لوقتها، اللي يريحك ساعتها انا هعمله. اوكي. طب ودراستي انا هنعمل فيها ايه؟ انت يا ستي بقى هتحولي انتساب وهتيجي معايا تذاكري، ووقت امتحاناتك تبقي ترجعي وترجعي لي تاني. اه بس كده الحكايه هتبقى مكلفه قوي. يا ستي ولا يهمك، فداكي سيبيها على الله.
وبالنسبه لموضوع الطلاق انا هحاول اقعد انا ونبيله ونشوف هنحل الموضوع ده ازاي. يعني ايه؟ اطلع انا منها؟ يا ريت، بس انت عارفه انا ونبيله اتنين متجوزين، فعيب قوي قوي يا سلوى انك انت تخشي ما بين اتنين متجوزين. يعني قفشتك اول مره اشوفك كنت غيرانه. طب ابعد ايدك عني بقى وانسى كل اللي قلناه وروح خطط مستقبلك مع مراتك. بموت فيكي وانت غيرانه كده. انا غيرانه؟ ده انت بتتوهم يا حبيبتي. انا ماليش مستقبل من غيرك، كل صغيره وكل كبيره انت اللي تختاريها وانت اللي تحدديها. ما تفكيها بقى وما تبقيش بايخه. انا برضو اللي بايخه يا ست؟ انا اللي بايخ، حقك عليا ما تزعليش. انا بس قصدت اهزر عشان اشوفك كنت زعلانه وغيرانه كده. طب اتفضل كمل كلامك. بموت فيك. مساء الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ماما. ما تدخل ولا انت مستني عزومة؟ لما طنط ماجدة تسمح لي الأول. يا خبر، لا اتفضل، ده بيتك. أنا آسف يا طنط جدا على إن أنا أخرت سلوى يعني. ألف مبروك يا بطل. الله يبارك فيك يا بابا. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا بابا، ربنا ما يحرمناش منك أبدا. ماجدة الغدا بقى لأحسن، إحنا ما رضيناش ناكل إلا لما تيجوا. طب يلا يا ماما نحضر الغدا بسرعه لحسن انا هموت من الجوع. طب يلا بينا نحضره سوا. وصلتوا لايه؟ الحمد لله اتفقنا على كل حاجه، مش ناقص غير موافقتكم انتوا. انت عارف رايي، وبس اللي قلقني موقف نبيله. انا كمان والله مشغول بيها جدا وقلقان عليها، بس انت يعني يا بابا يرضيك ان انا اوقف مستقبلي وحياتي على دور انساني بقوم بيه مع مرات اخويا الله يرحمه؟ ما هي لو حياه زوجيه سويه وعاديه كان معلش، لكن كل واحد فينا بيقوم للتاني بدور مهم جدا ومصيري. بس خلاص بقى الدور ده انتهى. هي كسبت ثقه ماما واثبتت لها انها تحت طوعها وعمرها ما هتاخد الولاد بعيد عنها، وانا كسبت دراستي وتامين مستقبلي، يبقى خلاص بقى الحكايه انتهت على كده. ايوه بس المهم نبيله تكون شايفه اللي انت شايفه. انا هجيبها لكم هنا علشان تسمعوها تاني بودانكم وتتاكدوا انها مرحبه جدا بجوازي من سلوى. طب و هتعمل ايه مع ست سرايا والدتك؟ امي؟ لا ما خلاص بقى، انا خدت اللي انا عايزه واقدر دلوقتي اواجهها. انا مش هفضل طول عمري مجبر على تحقيق رغباتها هي وبس، انا كمان ليا رغبات ومطالب عمرها ما حست بيها ولا هتحس بيها. كل واحد فينا حساباته مختلفه عن التاني، وجهات نظرنا عمرها ما اتقابلت ولا هتتقابل. وانا واثق يا بابا ان لو سلوى دي بنت اي واحده في الدنيا غير طنط ماجده كانت ماما رحبت جدا وما كانتش اعترضت عليها. وانا بصراحه يا بابا عمري في حياتي ما حبيت ولا احب الا سلوى. مش متصور ابدا ان واحده غيرها ممكن تشاركني حياتي ومستقبلي. كويس، مهم دلوقتي ان الاستاذه ماجده توافق. اوافق ازاي بس؟ وما توافقيش ليه بس يا ماما؟ ايه اللي وحش في حسام عشان ترفضيه؟ الوحش مش في حسام، الوحش في ظروفه. قلت لك الكلام ده مليون مره يا ماما. صدقيني حسام ونبيله في كل الاحوال مش هيستمروا مع بعض، بمجرد حسام ما خلص دراسته خلصت حكايته مع نبيله. هتخلص ازاي بس؟ ما تنسيش ان ما كانش في نبيله ففي سرية. ما احنا ملناش دعوه بيها. يعني ايه؟ هنخطفه من امه في شهر مين ده؟ لا يا ماما مش هنخطفه ولا حاجه، هو هيسافر يكمل دراسته وانا هحصله، وبعد كده بقى يبقى. تحصليه؟ بصفتك ايه؟ ما هي ماما المفروض اننا نكتب الكتاب قبل ما يسافر. وامه هيتبرى منها؟ لا هيعرفها بس في الوقت المناسب. الوقت المناسب ده بقى من وجهه نظرك امتى؟ بعد انا ما اسافر له. ودراستك؟ يا ماما ما تقلقيش، يعني انا معقول هسيب دراستي؟ كل حاجه مترتبه اطمني، بس انت وافقي. ويا ستي لو على موضوع نبيله فحسام قال ان مفيش اي حاجه هتتم الا هي لما تيجي تقعد معانا ونسمع بوضوح موافقتها على الجواز. ولو بقى
على موضوع مامة حسام، فافرضي يعني ان حسام ده اي عريس تاني وجاي مع بابا الاستاذ يوسف عشان يطلبوا ايدي بقى بالذمه يا ماما، مش كنتي هتوافقي طالما بابا جاي معاه؟ وخاصة بقى بعد ما حكلنا عن طباع مامته وعصبيتها اللي كلنا عارفينه عن مامة حسام. ألف بركة يا أختي، ألف بركة. الحمد لله ابتدى الواحد يفوق. يا رب يا رب عقبالي ست منال كده لما تخلص دراستها. يا رب. لا وإيه؟ جايب جيد جدا. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا هضل ورقه بقى عشان يطلع يكمل علامه بره. ربنا يعلي مراتبه. وهشوف إن قال يا سفر يبقى خير وبركة، ما قالش يا سفر يبقى اللي في دماغي مظبوط، بنت رمزية عاملة له عمل عشان يفضل جنبها وما يتحركش من جنبها أبدا. يهو لا حول الله يا ربي، يمكن هو مش عاوز يسافر وحد يلاقي علام في بلاد برة وما يتعلمش. أنا مش عارفة أنت عاوزاه يسافر ليه، المفروض أنك أنت تمسكي فيه وتخليه جنبك. يا سلام، وانا بديك الساعه لما ابني يرجع بشهاده كبيره وانا هعمل زي بقيه الستات احط ولادي جنبي لما يتوكسوا. ربنا يكفينا شر الوكسه وربنا ينجحه ويعلي مراتبه كمان وكمان. يا رب يا رب. الف الف مبروك، اخيرا خلصت دراستك وفقت الحمد لله. الحمد لله يا بلبله، بس انت تعبتي معايا قوي. تعبت في ايه وانا عملت حاجه؟ ازاي بقى، ده كفايه سهرك جنبي وشحطتك انتي والولاد جوه عشان تهيئي لي جو هادي اقدر اذاكر فيه. ما تقولش كده يا حسام، ده انت اخويا واجب عليا اقف جنبك. وانا عملت ايه؟ دي اقل حاجه ممكن اقدمها لك. يوه خدني الكلام ونسيت اقول لك، انت اكيد يا عيني جعان، عامله لك مكرونه بالبشاميل اللي انت بتحبها. تسلم ايديكي، بس انا الحمد لله اتغديت عند بابا. طيب بالهنا والشفا. وعمي ازاي وازاي صحته؟ وازاي ماجده وسلوى اخبارهم ايه؟ كلهم كويسين وبيسلموا عليكي. نبيلة، أنا كنت عاوز أتكلم معاكي في موضوع كده. اتكلم يا أخويا براحتك، بس على فكرة أنا عارفة أنت عايز تقولي. بجد؟ أوعى تكون فاكرني غشيمة ولا مش فاهمة. يا ستي أنت ست العارفين. بصراحة كده يعني ومن غير لف ولا دوران. طول عمرك مريحة وبتريحيني، خش في الموضوع. أنا فكرت في الموضوع ووصلت الحل، لقيت إن أنا لازم أفضل على ذمتك. إيه؟ على ذمتي إزاي يعني؟ ما تخافش، هنفضل زي ما احنا متجوزين صورة كده وبس. ايوة بس قلت لك ما تخافش، ده مش هيأثر على اي حاجة من اللي انت ناوي تعملها. ازاي؟ انا يا سيدي هروح لعمي ومراته ولسلوى وهشرح لهم انا ليه طلبت الطلب ده منك، ولو وافقوا كان بها خير وبركة، ما وافقوش صدقني هرجع في طلبي ده، وانا بنفسي اللي حاجة اقول لك طلقني. طيب هتقولي لهم ايه؟ يا عمي لو ماما عرفت ان حسام طلقني هترجع تعمل كانت بتعمله معايا الاول، وحضرتك شفت بنفسك تصرفاتها معايا كانت عامله ازاي. ايوه عارف يا بنتي عارف. وهترجع لها تاني، ومش بعيده الاقيها بتجبرني على اي تصرف جديد عشان تحافظ على اولاد ابنها. يعني المره اللي فاتت اجبرتني اتجوز حسام، يا عالم المره دي هتعمل فيا ايه؟ طيب لما سلوى وحسام يتجوزوا هتبقى طبيعة العلاقة بينك وبين حسام عاملة ازاي؟ أنا أسفة طبعا، بس سلوى بنتي الوحيدة وعايزة أضمن مستقبلها. لا أنت عندك حق، بس ورحمة رياض وحياة ولادي اللي هم أغلى من أي حاجة في الدنيا، إن حسام ده أخويا وحيفضل أخويا، أنا بطلب إني أكون على ذمته صورة وبس، وده حماية لولاد أخوه من والدته، وهو عارف والدته كويس أوي وتصرفاتها، ده محدش يقدر يخمن هي بتفكر في ايه. كلامك سليم وعندك حق فيه. ايوه بس ايه يا طنط؟ قولي كل اللي يخطر في بالك، احنا عايزين نكون كلنا على نور مع بعض. سلوى كده هتكون زوجة تانية، يعني مهما كانت الظروف اسمها برضو زوجة تانية، والموضوع ده انا مش مرتاحة له. بعد اذنك يا ماما، وانا كمان مش هكون سعيدة ولا مرتاحة لو بقيت زوجة لحسام على حساب نبيلة وولادها. انا مش عايزاكي تندفعي بالكلام قبل ما تفكري عشان ما تندميش على حاجة. يا ماما ده مش مجرد كلام، ده قرار. برضو لازم تفكري الاول يا سلوى. اسمعي كلام مامتك يا سلوى، مامتك عندها حق، فكري كويس. لو رديتي بالوضع ده يبقى خير وبركة، لو حسيتي ان الوضع ده صعب عليكي لازم تتكلمي بصراحة، وانا ساعتها هنسحب من حياة حسام بهدوء وهسيبكم تتهموا بحياتكم.
انا ما اقدرش اتحمل ان يكون السبب في بعدكم عن بعض. انا عارفه حسام بيحبك قد ايه. ارتحتي يا استاذه؟ انا مش عايزاكوا تحسوا ان انسانه قاسيه او جامده، لكن سلوى دي بنتي الوحيده ومليش غيرها في الدنيا. عايزه امن لها مستقبلها بدون مشاكل، وسلوى ملهاش غيري. يعني الانسان اللي هي هتتجوزه هيبقى كل حاجه ليها في الدنيا، حتى هيبقى مكان امها، ان لو عشت لها النهارده مش هعيش لها بكره. بعد الشر عليك يا ماما، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ربنا يخليكي لينا يا طنط. انا مش لازمني بس غير العقد اللي يثبت اني على ذمه راجل، عشان ما حدش يتحكم في ولادي. انا من ناحيتي موافق، وربنا يتمم بخير. اما انت بقى يا نبيلة، فانا عايزك تطمني خالص، هتفضلي زوجة لحسام، وانا هبقى في ظهرك، مش هسيبك في كل كبيرة او صغيرة، ومش هسمح لحد ابدا يدوس لك على طرف. مصارحة والدتك بالحقيقة دلوقتي يا حسام مش من مصلحة، اما تبقى تسافر ابعت لها وعرفها انك اتجوزت. انا ممكن اقول لها يا عم؟ لا، انت ولا كأنك تعرفي حاجة خالص. لحسن سوريا ممكن تخمن طبيعة العلاقة كانت ايه بينك وبين حسام، وكمان عشان تكسبي تعاطفها معاكي. تفهماني؟ عندك حق يا عم. تمام يا استاذة، نتكل على الله ونقرا الفاتحة بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش بقى يا موني، الحمد لله ان هما مادتين، المهم ان انت طلعتي من سنه تانية. صح، عندك حق يا ستي، عوضيها السنه الجايه وان شاء الله يبقى احسن. I'm very sorry يا سهى، انا ضيعت عليكي فرحتك بنجاحك. ما تقوليش كده يا عبيطه. بقولك ايه، عادل هناك اهو، تعالي نندهله عشان نضحك عليه شويه. عادل ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. ازيك انت؟ ها عملت ايه؟ الحمد لله جيد. وانتوا عملتوا ايه؟ المهم طمني، باسم عمل ايه؟ باسم خص عليك يا عادل كده، برضو متسألش عن النتيجه بتاعته وهو مسافر؟ لا، ما انا شفتها له. ها وعمل ايه؟ جيد جدا بجد. والنبي يا عادل ما تصورش فرحتي قد ايه. انا خلاص كده زعل راح خلاص. زعل؟ وانت زعلانه ليه؟ اصلها يا سيدي طلعت بمادتين. طب وانت عملت ايه؟ لا الحمد لله انا نضيف. طيب مبروك ليكم انتوا الاثنين. وعموما يا منال يعني مفيش مشكله، ركزي السنه الجايه وان شاء الله كل شيء خير. يعني انا قلت لها نفس الكلام ده. انا المهم عندي ان باسم نجح وفي تقدير كمان. يا منال انت متعلقه بباسم بشكل مش طبيعي، اهدي شويه، باسم اموره مش بايده. عارفه وعارفه ان بابا متحكم في كل حاجه، بس باسم برضو ليه شخصيته، وبعدين هو بيحكي لي على كل حاجه. بقول لك ايه، هتيجي معايا ولا امشي لوحدي؟ استني بس همشي معاكي اهو. طب انا هسبقك على الكافيتيريا. تقصد ايه يا عادل بالكلام اللي انت قلته ده؟ يا سهى، يا سهى حاولي تخلي منال ما تتعلقش بباسم قوي كده. ليه؟ في ايه؟ ما تفهمني. مفيش حاجه معينه، بس باسم عواطفه مش مستقره وانا خايف عليها. طب وانت ما بتقولهاش الكلام ده ليه بقى؟ بصراحه انا عايز اقول لها بس خايف لاصدمها. ها ناوي تسافر امتى؟ فاضل شويه اوراق كده، امي ان شاء الله اول ما اخلصها هتوكل على الله واسافر على طول. قلت لمراتك؟ مراتي؟ ما عارفه يا امي، عارفه. يا سلام، عارفه عارفه، يعني بعد ما تقول لها تيجي تقول لي؟ يا امي اقول لها ايه واقول لك ايه؟ بس الحكايه مش كده خالص، الحكايه كلها انها قاعده معايا على طول في البيت، في النازله والطالعه شايفاني. لكن انت بقى الفتره الاخيره يا ست الكل انشغلتي عني شويه. ما هو اسمع بقى، حسك عينك تقول لها تعالي معايا. روح مطرح ما انت عاوز، هي قاعده اكله شاربه نايمه، يعني كل طلباتها مجابه. ايه يا امي في ايه بس؟ ومين قال لحضرتك اصلا ان انا هبعت لها ولا هجيبها ولا هتسافر من اساسه؟ يعني شوفي، انت تخيلتي حاجه وضايقتي نفسك واتنرفزتي على حاجه مش موجوده لا في دماغي ولا في دماغها من اساسه. وبعدين يعني هي هتسافر وتسيب الولاد فين؟ ولا هتجيلي بقى في الغربة وأنا بذاكر وجايبة لي قرطة العيال عشان يجيلي هوسة؟ مش هينفع يا أمي، اطمني، في الحالتين مش هينفع، أنا هسافر لوحدي. بس أوعى تعمل زي ابن الأستاذ الباوي عضو مجلس الشعب. مين ابن الأستاذ الباوي ده؟
وعمل ايه اصلا يعني؟ المهندس زهدي اللي سافر بلاد بره، ابوه صرف عليه دم قلبه وتيتيتيتي زي ما رحت زي ما جيت. تيتي تيتي ايه بس يا امي؟ والباوي ايه وزهدي ايه؟ هو حصل له ايه؟ حصل له ايه؟ راح الصرمح في بلاد بره، صرف القرشينات ورجع ايد ورا وايد قدام، لا شهاده ولا دياوله. لا يا ستي ما تخافيش، انت بس ادعي لي وملكيش دعوه، انا هرجع لك باكبر شهاده وهشرفك وهطول رقبتك. اسمع يا حسام، انت ليك عليا الفلوس، انت بس خلي بالك من مذاكرتك يا حبيبي، وانا ابعت لك كل اللي انت عاوزه، وعندك الفلوس في البنك، تخلص احط لك غيرها، بس انت تمشي بما يرضي الله. يا حبيبتي ربنا ما يحرمني منك يا ست الكل. ولا منك يا حبيبي. وعموما يا امي انا مش هحملك كل الحمول، انا هاخد الفلوس اللي في البنك دي كبدايه يعني، لكن انا اول ما اروح هناك هدور على شغل، وهو برضو اللي يطلع من الشغل يساعد. شغل ايه وبتاع ايه؟ انت راح تذاكر وراح تشتغل، ولا ترجع تقول لي اصل انا ما خدتش الشهاده عشان كنت بشتغل. يا امي انا في كل الاحوال هفرحك بالشهاده، ونأجل موضوع الكلام في الشغل دلوقتي. لا دلوقتي ولا بعدين، انا مش عايزك تجيب سيره الموضوع ده خالص، المهم انك ترجع لي بشهادتك. حاضر. انا بقى اهم حاجه عندي في الدنيا هي دعواتك يا ست الكل، انا عاوز سيل من الدعوات مع كل اذان والنبي. ربنا يفرحني بيك وترجع بشهادتك سالم غانم يا قادر يا كريم. وتفتكر هتفرق ايه معاك يا نبيلة انك تفضلي على ذمته ما دام هو مسافر؟ لا يا امي هتفرق كتير قوي، انت نفسك قلتي لي يا ترى حماتك هتعمل معاكي ايه بعد رياض ما مات، وبعدها حكمت عليا اتجوز حسام بالغصب. حسام دلوقتي لو سابني هعمل ايه؟ ما هي ممكن تدبر لي في حاجه تانية وتطفشني عشان تستفرد بالولاد، ساعتها هعمل ايه؟ انا مش فارقه معايا بقى على عزيمه حسام ولا لا، لاني عمري ما هفكر اتجوز بعد رياض. وتفتكري لو اخوك عرف هيوافق على كده؟ احمد مش هيعرف ان حسام مسافر الا علشان يدرسه بس، لكن حكايه جوازه من سلوى دي مش هيعرفها، لانه لو عرف هياخد الحكايه لانها مساله كرامه، وانا بقى لو بصيت لكرامتي يا امي هضيع عيالي. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي ويعوضك خير في ولادك بحق جاه النبي واهل بيته. يعني خلاص كلها اسبوعين ويسافر، وطبعا هنكتب الكتاب قبل ما يمشي. طبعا، امال يعني هتحصليه ازاي من غير ما تكوني مراته؟ هو قال لي انه هيبدا في تجهيز اوراقي اول لما نكتب الكتاب. تمام كده. طيب ما نلحق اطلع الباسبور واجهز اوراقي وشهاداتي. الا هو مش الباسبور ده لازم يكتب فيه زوجة فلان عشان تقدري تسافري له؟ اه صحيح، ما كنتش واخده بالي من الحكايه دي خالص. طيب اكسب وقت بقى واحول من انتظام لانتساب. ده ممكن قوي. يا نهار ابيض، يعني خلاص كلها يومين ونكتب الكتاب؟ انا مش مصدق. هو كل اللي ناقصنا دلوقتي ان ماما تتكرم وتتعطف وتحدد ميعاد كتب الكتاب. يعني خلاص حكمي على بنتي بقى تحصيل حاصل، مجرد ضيفة شرف بتحدد مواعيد؟ انا جريه مجد، هو ايه اللي حصل؟ بصراحه انا مش قادره اهضم ابدا فكره ان بنتي تتجوز واحد متجوز واحده تانية ومن ورا امه. ناقصها ايه عشان تتجوز بالطريقه دي؟ سكتي لحسن ام العريس تعرف، ما يتعملهاش فرح ليه زي بقيه البنات، تسافر وراه كده في السر كانها عامله. انا نعيده تاني يا مجد، انت مش وافقتي وخلاص؟ وافقت اه، بس اقتنعت لا. خلاص ولا تزعلي نفسك، بلاش من الموضوع ده خالص. يعني ايه يا بابا بلاش من الموضوع ده خالص؟ هو انا ايه، لعبه؟ ده مستقبلي يا ماما، وانا خلاص اخترته، ولو ما اتجوزتش حسام مش هتجوز حد غيره، وانا عقلي كفايه اني اخد قراراتي. يا ماما انا وحسام بنحب بعض بجد، وانا مش هضحي بالحب ده مهما كانت الظروف، خاصة بقى لو كانت الظروف دي خارجة عن إرادته مش باختياره. ايه رأيك؟ وكان ايه رد فعلها؟ سكتت وانسحبت من اللحظة الأولى. أنا عمري ما وقفت قدام ماما، ولا كان قصدي أحرجها أو أتحداها، لكن أنا عارفة ماما بتفكر إزاي. ماما بتبص للموضوع بطريقة شكلية، بنتي وإزاي تتجوز بالطريقة دي، وطبعا ده حقها وانا ما اقدرش الومها عليه، بس انا كمان ما اقدرش اضحي بمشاعري وبحبي عشان التقييم الظاهري ده، عشان كده اضطريت اقف قدامها واحط النقط فوق الحروف. عندك حق، انا كمان في نفس الموقف ده،
بس الفرق بقى ان انا لو واجهت ماما عمري ما هقدر اقنعها، لان ماما عمرها ما هترضخ لرغبتي زي ما طنط ماجدة عملت معاكي. بالعكس المواجهه مع ماما معناها ان انا اخسرها واخسرك وادمر نبيله واولادها واخسر مستقبلي وتكمله دراستي بره. عشان كده انا مضطر اخد خطوه جوازنا دي في الكتمان منعا لكل المصايب دي. ويكفيني قدام ربنا وقدام الناس ان انت وبابا معايا. وانا مقدره موقفك ومش بلومك وعمري ما حلومك في يوم من الايام. عايزاك تبقى متاكد من كده. وانا بحبك قوي. كلم ماما يا باسم. قولي لها شويه كده وهدخل لها. والنبي يا باسم بلاش تضايق روحك. مش متضايق يا ستي، مش متضايق. ازاي بقى؟ ما انت متضايق اهو. اوه خلاص هدخل لها خلاص. خير يا ماما. اقعد يا ابني جنبي. مالك يا ابني؟ عامل في نفسك كده ليه؟ يعني نقول للعرسان بلاش تقول بنتنا؟ لا يا ماما. ربنا يرزقها بابن الحلال طبعا، ما قلتش حاجة. بس أنا بفكر هتصرف إزاي وهجيب فلوس منين عشان أجهزها. يا ابني العبد في التفكير والرب في التدبير. ياما أنا خلاص ما أقدرش أدي أكتر من كده، دي إمكانياتي. اللي داخل يا دوبك بيكفينا أكل وشرب وعلاج ليك. يا ابني يا ناري ناشف، وقلت لكم بلاش العلاج ده، لا بيقدم ولا بيأخر، وفلوس ضيعة وخلاص. أوه. أنا مش عارف ليه حظي كده، ليه ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ استغفر الله العظيم يا ابني، حرام عليك. حرام عليا؟ واللي بيحصل فيها ده مش حرام؟ ما هو موقف عادي جدا بيحصل في اي بيت، واحد جاي يتقدم لواحده عشان يخطبها مفيش اي مشكله. لكن في بيتنا هنا بقى مشكله، ومشكله كبيره كمان، لاننا مش عارفين هنتصرف ازاي وهنجيب فلوس منين. انا مش عايزه اتجوز خلاص يا باسم. ما تحملش روحك فوق طاقتك وبلاش تزعل نفسك، انت لسه راجع من السفر. انا خارج. رايح فين يا باس؟ رايح في اي حته يا ام، ان شاء الله روح في داهيه حتى. باس خلاص بقى يا ماما، انت مش ناقصه. سلامتك يا حبيبي. يا باسم انت وحشتني قوي. طبعا هجيلك حالا يا حبيبي، ده انا هتجنن عليك. 5 دقايق واكون عندك. باي. بس يا ست، وبابا فرح جدا بقى لما خلصت له كل الصفقات دي. برافو عليك يا حبيبي، اظن كده بقى بابا يبقى راضي عنك ويوافق على جوازنا صح؟ لا طبعا. امال يعني يا حبيبتي انا بعمل كل الحاجات دي عشان مين؟ طب قول لي يا باسم، ما حاولتش تلمح له من بعيد كده يعني على موضوعنا؟ لا 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 المح له ايه، انا لو قلت له اي حاجه دلوقتي هيعنف، لانه هيفتكر بقى اني بعمل الحاجات دي كلها عشان موضوعنا. لكن لما اقف جنبه واعمل مواقف جدعه كده وكويسه هيحبني ويرضى عني، ساعتها بقى اعرف اتكلم معاه بقلب جامد كمان. امتى بقى يا باسم؟ نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي نفسي مراتك. يا حبيبتي طب ما انت مراتي دلوقتي برضو. اقصد بشكل رسمي يعني. والله بقى رسمي مش رسمي، انت دلوقتي مراتي وانا مصمم على كده برضو. ايه يا حبيبي؟ طب استنى ما تكمل اكل. لا 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 اكل ايه، اكل موجود على طول، العمر بيجري عايزين نلحقه. حبيبي وانا كمان هفضل معاك على طول. فين بس؟ احنا كل ما بنيجي هنا تقولي تقولي بقى اتاخرت وماما واخويا حاجات غريبه كده، مش عارف اخد راحتي معاكي ابدا. معلش يا حبيبي. بقول لك ايه باسم، هو ما ينفعش ناخد شقه مفروشه او حتى ايجار جديد؟ اصلي بصراحه قرفت من المكان ده قوي. لا 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 اوعي يا منال، اوعي تفكري في الحكايه دي ابدا يا حبيبتي، احنا هنا مستورين
محدش واخد باله مننا، لكن بقى لو رحنا خدنا ايجار جديد ولا شقه مفروشه زي ما بتقولي هنتفضح وهنقع في مشاكل ملهاش اول من اخر. يا سلام، وهي ايه الفضيحه يعني في ان راجل ومراته ياخدوا شقه؟ ازاي بس يا منال، ما انت عارفه ان انا وانت دلوقتي ما نقدرش نواجه اهالينا بحكايه جوازنا دي. يعني انا مكتوب عليا افضل اقابلك في المكان المقرف ده؟ اي مكان، اي مكان نكون احنا الاثنين فيه يا حبيبتي يبقى زي الجنه بالظبط. ايوه حبيبي، بس بعدين يا منال احنا هنقضيها كلام ولا ايه؟ عايزين نقول كلمتين مهمين يعني مش كده؟ حاضر يا حبيبي. هفضل لك الخير يا حبيبتي. التأخير ده مش كنت تكلميني تقولي انك هتتأخري؟ خراب يا ناس، وانا اقدر على زعل الجميل؟ حقك عليا يا عمر، انا وحش. انا بحبك قوي يا ماما، وانا بموت فيكي، بس لما تتأخري تبقي تكلميني وتطمنيني، مش عماله اطلبك على المحمول يقول لي بره الخدمه وعالى عمال يودي ويجيب. يا روح قلب منال ما تقلقيش عليا خالص خالص، أنا كويسة وزي الفل. وبصراحة بقى مبسوطة جدا 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 وسعيدة جدا 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 جدا. الله الله الله، الحكاية اللي جايبك مبسوطة قوي كده؟ وانت يا أحلى صفية في الدنيا، تكرهي برضو ان بنوتك حبيبتك تبقى مبسوطة وطايرة من على الأرض تطير؟ لا مكرهش، بس اعرف بنتي مبسوطه ليه. هقولك، اكيد هقولك، لازم اقولك، بس مش دلوقتي يا ماما. سيبيني بقى دلوقتي اقعد مع نفسي شويه. يا حبيبتي يا بنتي، ربنا يسعدك ويكرمك يا رب يا منال.